طبعا لا ننكر ان البلاد دمرت، البلاد بكافة محافظاتها البنية التحتية انتهت، لكن كل ذلك لا يجعلنا نستسلم. نحن لا نستسلم، نحن نقاتل من أجل أرض، من أجل كرامة، ولذلك سيعمل العدو على تدمير ما تبقى، ولكن سيصمد الشعب اليمني وسننتصر بإذن الله تعالى. هو رد جميل للتحالف العربي الذي قام مشكورا بتلبية نداء فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي عندما دعاهم وهبوا لنصرتنا من ميليشيات الحوثي وعفاش. يدافعون عن هذا الوطن المنهك جفا السرعة.